استاذه نانسي اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اتفضلي يا فندم. دكتور بعد اذنك انا بس كنت عايزه استفسر عن حاجه. انا عندي طولي 170 ووزني 80. تمام. الفكره ان انا عملت كذا مره نظام دايت وانزل شويه، انا معدل حرقي مش كتير، انا ما عملتش تحاليل للحرق. تمام. بس الفكره ان انا كنت بنزل جيم والكوتش اللي كان معايا كان اداني حاجه علشان تعلي نسبه الحرق معايا. دواء يعني؟ اه. تعرفي اسم الماده الفعاله ايه؟ اللي لا في الدواء؟ للأسف. ما تعرفي. بس هو في رقم 6. اوكي وصلت. تمام. مع حضرتك اتفضلي. اخده كتير ان هو قال لي خدي كبسوله واحده بس في بدايه اليوم. تمام. وبعد كده ننزل الجيم بتاعنا وعادي. الفكره ان انا ما مشيتش على يعني فصلت من الجيم وقعدت فتره ما بنزلش. وخدتي الدواء؟ لا. طيب يعني كويس. انا ما خدتش الدواء وانا ما بنزلش لان انا عارفه ان هو بيعلي الضغط شويه. ده بالظبط كده. ده مش بس الضغط، ده ليه مشاكل على انزيمات الكبد، والمفروض ان الدواء ده ما يستخدمش خالص اصلا. تمام. الفكره بقى ان انا يعني انا دلوقتي الوزن اللي انا نزلته زاد، يعني حسيت ان انا رجعت تاني لوزني. يعني من 80 انا كنت نزلت الحاجه في 70. كويس. ورجعتي تاني ل 80. سؤال حضرتك استاذه نانسي. الفكره ان انا عندي دلوقتي يعني انا الشيب كله بتاع الجسم ما فيهوش مش تعبني في حاجه. جميل. الفكره كلها ان انا عندي اللي هي الفات بتاعه الظهر اللي هي فوق البراو تحت البراو. لا بالزبط. هي فوق البراو ما فيش، هو تمام. الحته اللي تحت الشيب اللي تحت البراو. كويس. تمام. اللي هو الدوران ده مش بعرف انزله. طب عملتي اي حاجه موضوعيه للمنطقه دي ولا ما عملناش خالص؟ لا لا طبعًا. خالص. في اسئله ثانيه عند حضرتك؟ لا لا ميرسي خالص. تمام اهلا بيك فندم. طيب طبعا المنطقه اللي حضرتك قلتي عليها دي بتقرق ستات كتير، ان الدهون فيها بتبقى متكدسه بشكل غير مرضي، او بيخلي مثلا في الهدوم المنطقه دي ظاهره جدا، خصوصا كل ما كان الوزن قليل زي حضرتك، لان بيبقى الشكل العام كويس جدا والمنطقه دي طالعه. افضل علاج للمنطقه دي هي حقن الميزوثيرابي، لان حجم المنطقه بيبقى صغير جدا، الكرايو شيب ممكن او البروب بتاع الكرايو شيب ممكن ما يقدرش يمسكه. ممكن كمان مع الميزوثيرابي ان انا بحقن انزيمات او مواد بتكسر الدهون موضوعيه، بحقن 3 سم او 4 سم في كل جنب كل اسبوع لمده اسبوعين او ثلاثه، بتوصل نتيجه كويسه. ممكن في خلال كل اسبوع او كل اسبوعين اعمل جلسه كافيتيشن الترا ساوند عشان برضه ازود تكسير الدهون في المنطقه دي، مع تمرينات لتقويه عضلات الظهر هتوصلي لشكل كويس، وان شاء الله الدهون اللي في المنطقه دي تبتدي تنزل. بالنسبه للدواء اللي حضرتك قلتي اسمه او اللي هو فيه رقم 6، يفضل طبعا انه ما يستخدمش لكذا سبب، لانه بيعمل مشاكل لو ما اتخدش مع رياضه مدروسه، يعني مش اي رياضه خلاص، يعني ما اخدش الكبسوله وامشي نص ساعه واقول ما هو لعبت رياضه، لا، على الاقل لازم يتلعب بعديها رياضه ساعه او ساعه ونص من التمرينات القويه جدا. كمان يفضل ان الدواء ده ما يتاخدش، لانه ليه مشاكل صحيه جدا كتيره على الانزيمات بتاع الكبد، وبيزود انزيمات الكبد كمان، لان في نسبه كافيين عاليه جدا جدا، فبيدخلنا في اعراض كافيين توكسيستي زي مثلا الصداع المستمر، احيانا الام بالبطن، احيانا ميل للقيء، وكمان زياده في نبضات القلب وارتفاع في الضغط، فيفضل انه ما يستخدمش. ودايما باكد ان اي دواء مش مجرد نسمع اسم الدواء فكلنا نجري نجيبه، الدواء لازم يستخدم تحت اشراف دكتور حالات معينة وبجرعات معينة. ولو لأي سبب من الأسباب خدت دواء والدكتور وصفه لي أو سمعت عليه، ماخدوش مدة طويلة، لأن ممكن حتى لو هو مواد طبيعية أبتدي أدخل في آثاره الجانبية.